حضرتك معاك ورق بيدين وفي إجراءات وفي نيابة إدارية وفي أحكام صادرة من النيابة الإدارية والمحكمة التأديبية بشأن بالظبط يا الناس فندم، دي، ولم ينفذ أي شيء من أي نوع. بالظبط يا طيب فندم. أنا أستاذ عبد الحفيظ إذا تكرمت، إحنا هنا معانا جدول، الجدول اتكلم الحقيقة عن كذا نقطة، عن متوسط نصيب الطالب من ساعات التدريس التمدرس أو التمدرس في المدارس الحكومية بمعدل كثافة 45 طالب في الفصل. طبعا إحنا ما بنوصلش عمرنا للكثافة دي، أعتقد بيبقى لا، ضعف. ده متوسط الكثافة على مستوى الجمهورية. يعني في فصول هتلاقيها 120 وفي فصول هتبقى في المدن في اللي على القرى الحدود والنبوع أقل، فمعدل والأماكن الكثافة النائية. تقريبا 45. تمام. طيب معناته ايه الجدول اللي احنا شايفينه قدامنا ده يا فندم؟ ايه شوفي اللي احنا عايزين نقوله من الجدول؟ هو عموما موجود قدام الناس، يعني مفيش طيب. داعي ان احنا احنا عندنا نقرا. عندنا دايما حاجه من اتنين، يا اما الحكومه بتسد الفراغ يعني بتتيح التعليم، يا اما بتنسحب فالمجتمع بيخش مكانها عبر التعليم الخاص وعبر الى اخر التعليم الدولي والتعليم الخاص الى اخر الكلام ده. في الحقيقه لما نبص كده على الجدول اللي قدامنا ده عشان نشوف جوه مصر، هل التلميذ اللي بيروح المدرسه الحكوميه بيحصل على فرصه متساويه مع زميله اللي بيروح المدرسه الخاصه ولا لا؟ فهنلاقي انه التلميذ اللي بيروح المدرسه الحكوميه في ال 18 سنه اللي بيقعدهم في المدرسه، ست سنين وست سنين وست سنين وست سنين وثلاثه وثلاثه لحد ما يوصل سن ال 18 من لحظه ميلاده، مش بس ال 12 سنه بتوع التعليم، هنلاقيه بياخد 52 يوم ده نصيبه من ساعات الدراسة. 52 يوم في مقابل 79 يوم. الحسابات دي تمت ازاي يا فندم؟ بنحسب عدد دقائق الدراسة في اليوم الدراسي مقسومة على متوسط الكثافة مضروبة في عدد أيام الدراسة مقسومة على 18 سنة اللي هو عمر الطالب لحد ما يوصل ثالثة ثانوي، سواء كان صناعة أو زراعة. بتطلع في الآخر 52 يوم. 52 يوم دراسة، يوم دراسة في عمره، في عمره، في عمره كله، في عمره كله ده خريج المدارس الحكومية. في المدارس الخاصة في مقابل 79 يوم. اوكي، 79 يوم دراسة ده المدارس الخاصة، المدارس الخاصة. وبالتالي هنلاقي عندنا فجوة حوالي 27 يوم بيخسرهم التلميذ اللي بيروح المدرسة الحكومية وبيكسبهم التلميذ اللي بيروح المدرسة الخاصة. لو بصينا على سبب ده ايه، هنلاقي انه احنا محتاجين نبني في مصر تقريبا 27,000 مدرسة علشان نوصل لمعدل كثافة متقارب مع معدل الكثافة العالمي اللي هو ما بين 30 و33 طالب في الفصل. 30 و33 ده معدل الكثافة العالمي، ده معدل الكثافة العالمي، معدل الطلبة في الفصل. مصر هي الدولة الوحيدة في العالم اللي 60% من فصولها الكثافة فيها تتجاوز 44 تلميذ في الفصل. مفيش دولة في العالم تاني، يعني زيمبابوي وجيبوتي والحتت دي سابقنا في المؤشرات دي. اوكي، ده معناه انه الدولة منسحبة من كفالة الحق في التعليم او من اتاحة التعليم للناس. طب لو خدنا مؤشر تاني، المدرس المصري اللي واقف في الفصل اللي احنا عمالين نشتمه ونقول بيدي دروس وبيعمل وبيخلي وجزار وي وي وي، بيشتغل قد ايه مقارنة بزميله بمتوسط ساعات العمل او بمتوسط العمل اللي بيبذله زميله في العالم بره مصر؟ تمام، بيشتغل 150%، يعني مرة ونص قد المدرس اللي بيشتغل في اي مكان في العالم. طب اجره كام؟ حسب كلام اليونسكو، اي حد بيعمل في التربية والتعليم لا يجوز ان يقل اجره عند بدء الاشتغال عن 750 دولار مقوما بالعملة المحلية. في الايه؟ في الشهر. في الشهر 750 دولار مقوما بالعملة المحلية في الشهر. ده معمول بيه فين؟ جنوب افريقيا، زيمبابوي، المغرب، الاردن، تونس، يعني مش سيبك من اوروبا ومن امريكا ومن الدول المتقدمة. طب بتدي 750 دولار للمدرس عندنا ده يهيص ولا دروس ولا بتاع؟ الله ينور عليك. طب يعني هو بيقبض 6000 جنيه تقريبا. حوالي 6000 جنيه تقريبا. طب ده حاجه كويسه قوي. بيقبض كام بقى؟ 8% من الرقم ده، من الرقم ده، فبيعوض الباقي بالدروس ببساطه شديده جدا. يعني هو عايز يعيش، عنده ولاده وعايز يعني عنده اسرته وعنده بيته وعنده نفسه. لو حتى مش متزوج، لو لسه شاب. اوكي، لو لسه شاب ده بالعكس ده احتياجاته اكبر كمان، عايز يجيب شقه ويتجوز وي الى اخره يعني. اوكي، طيب احنا عندنا 2 مليون طالب تقريبا بيروحوا التعليم الخاص في مصر. دول عدد دولتين ثلاثة من جيراننا يعني. طب
هل في مكسب في التعليم الخاص؟ يعني هل المدارس الخاصة بتكسب؟ طب بتكسب كتير ولا شوية؟ البنك الدولي قال انه ربح الاستثمار المالي في التعليم الخاص 30 ضعف الاتجار في السيارات. 30 ضعف الاتجار في السيارات. ما شاء الله على كده الناس اللي عندهم مدارس دي يعني طبعا ناس... وعلشان كده الدولة داخل السوق ده. الحكومة نفسها داخل السوق ده. الحكومة نفسها بتبيع التعليم للناس. ازاي؟ عندي مدارس تجريبي بفلوس. ومدارس تجريبي متميزة بفلوس اكتر. ده تعليم حكومي. تمام. اوكي. واحنا الدولة الوحيدة في العالم اللي وزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء بينشئ مدارس يسميها مدارس دولية، يعني بتدرس مناهج أجنبية. ده ضد الأمن القومي وضد الدستور وضد القانون وضد كل حاجة في الكون. هيل. اوكي.